من عمان ارحب بالخبير الاستراتيجي راكز الزعارير. اهلا بك سيد الزعارير. ويعني صمود المقاومه والتحركات الاسرائيليه على الارض والاماكن التي تدور بها الاشتباكات، ما الذي يقرا من كل ذلك اليوم؟ مساء الخير الى كل المشاهدين. الواقع انه نحن يعني بنشاهد صمود اسطوري للمقاومه الفلسطينيه في المعارك البريه الدائره حاليا في منطقه شمال غزه، وهذا الامر كان متوقعا، وهو كان يعني السبب الرئيسي الى تاخر العمليات العسكريه الاسرائيليه وقرار الدخول الى غزه، لان يعني كل التقديرات كانت تؤكد بان يعني جيش الاحتلال سيدفع ثمنا باهظا على مستوى الخسائر البشريه وعلى مستوى الخسائر الماديه والاسلحه والمعدات العسكريه التي يستخدمها في العمليات البرية في منطقة شمال غزة. كل التقديرات كانت والتحليلات الاستراتيجية كانت تؤكد بأن المقاومة ورجال المقاومة الفلسطينيين هم يعني متمركزون في مواقع دفاعية قوية ومستترة وغير مكشوفة لقوات الاحتلال وتحركاتها البرية في منطقة شمال غزة. وهذا الأمر بيعطينا يعني ميزة تنافسية قوية جدا في المعركة بالنسبة للمقاتل الفلسطيني، لأنه هو يعني مدافع ومتحصن في مناطق غير مكشوفة وغير يعني معلومة لقوات العدو، وبالتالي هو يكون يعني جاهز ومتحضر من حيث تجهيز نفسه بالقذائف المضادة للدبابات وللآليات، وخاصة قذائف الياسين 105 المطورة، والتي أصبحت يعني هي العامل شبه الرئيسي في حسم مواجهة الدبابات والآليات العسكرية المتحركة على أرض شمال غزة. هذا أعطى ميزة تنافسية بالمعركة للمقاتل الفلسطيني، وأعطى صمودا، وبالإضافة إلى يعني طبعا مسنود بصمود أسطوري الحقيقة بالنسبة للمقاتلين الفلسطينيين. وبنفس الوقت هو يعني أصبح تحركات جيش الاحتلال هي مكشوفة للمقاتلين الفلسطينيين، أما المقاتل الفلسطيني هو غير مكشوف لقوات الاحتلال، وهذا يعني الذي يسجل للمقاومة، وهذا هو السبب الرئيسي والتفسير الاستراتيجي لقدرة المقاومة على تدمير يعني اليوم هذا بحدود 15 دبابة وآلية من آليات ودبابات العدو حسب بيانات المقاومة التي تم يعني تدميرها في المعارك الدائرة حاليا في شمال غزة. وبنفس الوقت كمان الناحية المعنوية التي يتمتع بها المقاتل الفلسطيني من رجال المقاومة يقابله يعني حالة نفسية ومعنوية يعني هابطة بالنسبة للمقاتل من قوات الاحتلال، لأنه يعني يدخل إلى هذه المنطقة وهو يعني متأكد من أنه سيجد مقاومة قوية ومقاومة عنيفة من قبل المقاتلين الفلسطينيين. وبالتالي الروح المعنوية عند المقاتل الفلسطيني مقارنة مع الروح المعنوية عند المقاتل من جيش الاحتلال، طبعا المقاتل الفلسطيني الروح المعنوية عنده عالية جدا، وهو يقاتل دفاعا عن أرضه، وهو يقاتل وهو موقن بالنصر وبالتفوق أو الشهادة، وهذا هو ما يعني تعلنه المقاومة الفلسطينية. وبالتالي فكل التفسيرات الاستراتيجية بأن العقيدة القتالية للمقاتل الفلسطيني في التصدي لهذه يعني الحملة البرية والتوغل البري الاسرائيلي على ارض غزه يعني تشير وتؤكد بان المقاتلين الفلسطينيين صامدون ويقاومون بقوه، ولكن تبقى الان يعني الحقيقه ان يعني المسؤوليه الاخلاقيه والمسؤوليه الكبيره والاخلاقيه على المجتمع الدولي لوقف هذا الهجوم الغير اخلاقي على ارض فلسطين في غزه وشمال غزه وفي قطاع غزه يعني والضفه الغربيه ايضا التي تواجه حملات اعتقال وعمليات مداهمات وعمليات اعتقال وتدمير أيضا في منطقة الضفة الغربية لإخواننا الفلسطينيين هناك.
نعم، يعني كان واضحا أن القوات الإسرائيلية ترددت قبل الذهاب إلى خيار الدخول العسكري، وربما درس بحذر أيضا، لكن التصريحات العسكرية أيضا أشارت قبل ذلك إلى احتمالية امتداد هذه الحرب إلى أشهر. هذه التصريحات والتحرك البطيء للقوات الإسرائيلية على الأرض اليوم كيف يقرأ؟ هو بالتأكيد يعني لكل الأسباب اللي احنا بنحكي فيها، انه يعني التحصينات المقاومة الفلسطينية في غزة وخاصة في منطقة الشمال، يعني حسب ما هو تشير المعلومات الاستراتيجية والاستخبارية، هذا التحصن للمقاومة وهذا الاستعداد يعني بيعطينا مؤشرات ان المقاومة هي يعني اعدت نفسها اعدادا يعني مش جيدا ولا جيد جدا، ممتازا لمثل هذه المواجهة. وبالتالي يعني من الصعوبة بمكان بالتفسير العسكري والتفسير الاستراتيجي انه ان تدخل في حرب مدن وان تحسم هذه المعارك في ايام معدودة او في شهر مثلا، او اليوم دخلنا الشهر الثاني لهذه الحرب، وبالتالي ان حرب المدن بهذه الطريقة هي لا تحسم بايام او بايام معدودة او باسابيع، هي حسب التقديرات العسكرية وحسب تقديرات طبعا تقديرات الجانب الآخر اللي هو الجانب الإسرائيلي، لأن عملية تحقيق أهداف أو جزء من الأهداف التي أعلنت عليها يعني القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل، جزء من هذه الأهداف اللي أعلنت عليها بتأخذ معهم عدة أشهر، وبالتالي يعني هم يدخلوا حربا يعني غير معروفة النتائج، يعني غير معروف امتى راح هم يحققوا جزء من اهدافهم، اذا راح كانوا بيقدروا يحققوا مثل هذا الجزء من الاهداف، وبالتالي هم بيعطوا نفسهم الوقت امام الراي العام الاسرائيلي على الاقل، يعني بالداخل الاسرائيلي بدهم يعطوا نفسهم وقت قدام الراي العام الاسرائيلي انه الناس في الراي العام اللي بيطالب الان ويضغط على الحكومه وعلى القياده السياسيه والقياده العسكريه، يضغط عليهم من ناحيه من 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 جانبين، من جانب المعتقلين او المختطفين او ما يسمون يعني لدى المقاومه ال 240 شخص يعني، ثم الجانب الاخر هو انه كمان حجم الخسائر البشريه من الجيش الاسرائيلي التي تدفع يوميا على ارض المعركه، هذا يعني يثير الراي العام في اسرائيل ويعمل ضغط كبير جدا، وما نشاهده يعني يوميا في تل ابيب امام مقرات الحكومه وامام يعني مؤسسات الدوله الرسميه، كثير من المتظاهرين الاف المتظاهرين الاسرائيليين يعني يطالبون الحكومه بحل قضيه الاسرى او قضيه الاسرى وقضيه المعتقلين في غزه، وتفسير يطالبون ايضا بتفسيرات حقيقيه ومنطقيه الى اين انتم ذاهبون في غزه، يعني يخاطبون القياده السياسيه والقياده العسكريه في إسرائيل إلى أين أنتم ذاهبون، وهل يعني سقف المطالب أو سقف الأهداف التي وضعتها القيادة السياسية في إسرائيل هل هي قابلة للتحقيق بالحل العسكري، هل هي قابلة للتحقيق من خلال العمليات العسكرية، هل هي قابلة للتحقيق من خلال العملية البرية، يعني إحنا قررنا شهر كامل قصف ليل نهار بالطائرات غير محدود، يعني غير محدود، وحسب إخواننا المحللين العسكريين المتخصصين يعني يقولوا بأن حجم المتفجرات التي أنزلت على غزة يعني ضعف حجم القنابل التي ألقيت على هيروشيما. كل هذا القصف، وإلى أين أنتم ذاهبون يعني هذه القيادات في إسرائيل، ومتى يعني ينتظرون الموضوع موضوع الإفراج عن الرهائن الإسرائيلي والأجانب الموجودين الآن يعني كأسرى عند المقاومة الفلسطينية. شكرا جزيلا. هذه كلها المؤشرات وهذه تعطينا قراءات مستقبلية بأن الحسم العسكري، وكما أكد دائما جلالة الملك عبد الله الله يطول عمره، كما أكد دائما بأن الحل العسكري ليس هو الحل لقضية الشعب الفلسطيني ولقضية الصراع العربي الإسرائيلي، وإنما هذه الحروب هي تزيد من حدة التوتر والكراهية وتبعد عملية السلام عن واقع التنفيذ في منطقة الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لك الخبير الاستراتيجي راكز زعرير، كنت معنا من عمان.